فيلم صالون هدى الجريء يثير حفيظة الفلسطينيين المحافظين. فيلم صالون هدى يفجر غضبا واسعا بسبب مشاهد جريئة. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة. فيلم صالون هدى الجريء يثير حفيظة الفلسطينيين المحافظين. بعد أمير الذي توقفت عروضه وسحب من ترشيحات الأوسكار عقب اتهامه بتشويه صورة الأسرى في السجون الإسرائيلية والحط من قيمة نضالهم، يواجه فيلم فلسطيني آخر المصير عينه من هجوم لفظي وغضب عارم وانتقادات وصلت إلى حد التخوين. الفيلم الذي أحدث هذا كله هو صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الذي كان قد عرض في الدورة الأخيرة من البحر الأحمر السينمائي واستعراضه قبل أيام في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، كما أنه شق طريق أخيرا إلى الصالات الأمريكية. أما أسباب السخط الشعبي فهو ظهور الممثلة ميساء عبد الهادي عارية تماما في أحد مشاهد الفيلم، وما جاء في بعضها الآخر من حوارات اعتبرها المحافظون نابية، إضافة إلى مجمل مضمون الفيلم الذي لم يعجب حراس القضية الفلسطينية. في زمن وسائل التواصل بات هذا النوع من الحملات على الأفلام مكررا، خصوصا عندما يتعلق الموضوع بمجتمعات محافظة وعقليات منغلقة تعتقد أنه يجب تقييم الأعمال الفنية من وجهة نظر أخلاقي ودينية، لا بل أحيانا من منظور عشائري من خلال الممارسة وصي على سلوكيات أي شخص يعيش في هذا المجتمع. الأصوليون في فلسطين استفزتهم إطلالة الممثلة ميساء عبد الهادي في الفيلم كما خلقه الله، في لقطة جريئة بمعايير السينما العربية حرضوا عليها واعتبروا فعلتها تشويه السمعة وانتهاكا، وأخرجوا من جعبتهم كل المفردات البالية التي تعود في كل مرة يخرج الفن عن قيم المجتمع وأدابه. اتهامات خاطئة، الهوس بالحفاظ على الشرف، أفضل بعض إلى كتابة مقالات تقارن صالون هدى بأفلام البورن، وهذا ما أبعد ما يمكن عن الحقيقة. حتى مدير مهرجان القدس السينمائي قال في تصريح: المشاهد العارية في الفيلم بالنسبة للمخرج هي تذكرة للوصول للشهرة وتسويق الفيلم على حساب القضية الفلسطينية، لكنها شهرة تتنافى مع قيمنا الأخلاقية وكل القيم الإنسانية. لقد كان بإمكان المخرج أن يوصل رسالة من دون تعرض لهذه المشاهد الإباحية. وأكثر ما يثور السخرية في القضية التي باتت ترند على وسائل التواصل هو مطالبة نقابة العاملين في مهنة الحلاقة توقف الفيلم، ودنت النقابة عبر بيان الفيلم وطلبت الجهات القانونية المتخصصة بمحاسبة جميع العاملين فيها ومساءلتهم قانونيا بحجة أنه يسيء لمهنة التجميل في فلسطين ولسمعة صالونات السيدات وأصحاب هذه الصالونات. الفيلم عن شخصية محورية هي ريم عبد الهادي، تبدو الحكاية مع دخولها إلى صالون الحلاقة بعد ظهر من يوم عادي. أقل ما يقال أن دخولها إليه لن يكون مثل خروجها منه، ذلك أنها ستتعرض لمكيدة من مصففة الشعر هدى من العوض التي تعمل في خدمة الاستخبارات الإسرائيلية، فبعد تخدير تصوره عارية ومستلقية إلى جانب رجل عار، ثم تطلب منها التعاون مع الاستخبارات مقابل التستر على هذه الصور. ابتزاز مشين يحدث صدمة عند السيدة المتزوجة التي أصبحت أما حديثا، وعلاقتها بزوجها الشخصية الضعيفة سيئة جدا. النقطة الأخيرة مهمة لتفهم خياراتها وسلوكياتها وقرارها في التكتم على السر، فهي لا تعرف لمن تلجأ هربا من هذه المصيبة التي وقعت فيها. من جانب هناك موسى الإسرائيلية الذي ينتظر منها معلومات، ومن جانب آخر شباب المقاومة الأشاوسة الذين يمارسون البطشة، وكل طرف في موازنة سعي لريم لإيجاد حل لمشكلتها. يلقي شباب المقاومة القبض على هدى مباشرة بعد حادثة التخدير، إحدى نقاط الضعف في الفيلم. هدى شخصية قوية عاشت واختبرت وعانت، هي نقيد ريم تعرف ماذا تفعل، تقول إنها تختار ضحاياها من بين النساء التي عشن مع أزواج سيئين، فالعمل مع الاستخبارات في نظرها يعطيهن قوة ويساعدنها في التصدي لأزواجهن. هذا الكلام الإشكالي قد يكون أكثر ما أزعج بعض المشاهدين، لكن يجب عدم صرف النظر عن حقيقة أن هدى ضحية تتعامل مع إسرائيل لعدم توافر الخيار لديها بعد أن ألقي القبض عليها وهي في سرير عشيقها، فأعطيت خيارين: إما التعاون مع العدو وأما الفضيحة التي يكون ثمنها غاليا في مثل هذا المجتمع الذي تعيش فيه. إذ أن ريم وهدى من ضحايا الابتزاز الجنسي، يدخلون هاني أبو أسعد في متاهة العلاقات الاجتماعية حيث كل شخص مستعد للحاق الأذى بالآخر، يزوجون في حلقة مفرغة من العنف المتنقل حيث لكل واحد حصته منه، يحاول أن يعطي لكل شخص أسبابه التخفيفية التي تساعده على التنصل من مسؤولياته. أبو أسعد غير رحيم مع مجتمعه وناسه، ومن هنا الغضب العارم ضده وضد بعض أفلامه الأخيرة، فهو يدخلون البيت الفلسطيني في محاولة لتعرية الناس الذين يعيشون في ظل الاحتلال في سينماه المظلوم قد يكون
يكون ظالما أيضا، كما تقول هدى للمقاوم علي سليمان الذي يحاول أن يسحب منها الأسرار والاستدلال على النساء العاملات: أنت لست مناضلا، أنت فقط تمارس قوة على الذين أضعف منك. فيلم صالون هدى يفجر غضبا واسعا بسبب مشاهد الجريئة. الفيلم الفلسطيني صالون هدى يناقش قصص إسقاط المخابرات الإسرائيلية للفتيات الفلسطينيات من خلال سيدة تعمل في صالون تجميل تصورهم بأوضاع مخلة، ثم تحاول ابتزازهن وإجبارهن على القيام بما هو ضد مبادئهن. وأثرت المشاهد الحميمية في الفيلم غضب الفلسطينيين، واصفين إياها بالمناف لتعاليم الدين الإسلامي وتقاليد الشعب الفلسطيني المحافظ. مرة أخرى تواجه فلسطين أزمة عارمة، وهذه المرة بسبب عرض فيلم صالون هدى في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة للعام الجاري وفي مهرجانات سينمائية دولية أخرى. الفيلم من إخراج ابن بنية الناصر المخرج هاني أبو أسعد، وبطولة كل من الممثل المعروف علي سليمان والممثلتين القديرتين ميساء عبد الهادي ومنال عوض. تدور قصة الفيلم حول هدى الممثلة منال عوض التي لعبت دورها بحرفية لافتة، وهي صاحبة صالون للتجميل كانت قد جندت للعمل مع المخابرات الإسرائيلية ووافقت على إسقاط فتيات فلسطينيات يأتين إلى صالونها وتشغيلهن لحساب نفس المخابرات. تحاول هدى تبرير فعلتها كضحية وقعت في فخ المخابرات الإسرائيلية وتهديدها بفضح خيانتها لزوجها مع رجل آخر، فتوافق على العمل لصالحهما وعلى إسقاط امرأة واحدة كل 3 أشهر يتم تخديرها داخل صالونها وتصويرها عارية وهي بصحبة شاب كان يشارك في عملية الإسقاط مقابل مبلغ من المال تدفعه هدى. يبدأ الفيلم بحوار عادي بين هدى وريم الممثلة ميساء عبد الهادي التي أجادت تمثيل دورها بمهنية مقنعة وبتميز. كانت ريم تجلس على كرسي الصالون لتصفيف شعرها، فتقوم هدى بدس المخدر في فنجان قهوة تقدمه لريم فتشربه وتفقد وعيها، ثم تنقلها هدى لغرفة خلفية وفي نفس الصالون وتقوم بمساعدة الشاب بخلع ملابس ريم وتعريتها وتصويرها مع الشاب وهو متمدد بجانبها. بعد أن تعرى هو أيضا تصحو ريم لتجد نفسها في وضعية غريبة تذهل، لكن هدى تسار إلى عرض صورها وهي عارية وتهددها بالفضيحة وهي تعترف أمامها بكونها عميلة لصالح المخابرات الإسرائيلية. سأختصر الحديث حول أحداث الفيلم ليبقى للقراء ما يشاهد، خاصة وأن معظم مشاهده صورت في موقعين أساسيين في بيت ريم حيث كان التركيز على حواراتها مع زوجها الذي يقرر أن يترك البيت مع طفلتيهما بعد أن أخبرته بما تعرضت له في الصالون. وفي سردام تابع لوحدة من المخابرات الفلسطينية المقاومة الفلسطينية التي اعتقلت عناصرها هدى والشاب الذي كان شريكها في إسقاط الضحايا، شاهدت الفيلم وأنا مجرد من تأثير جميع ما قرأت عنه، خاصة من انتقادات وهجوم الذين علقوا على مشانقهم لمخرجه والممثلية وصموه بالعار والإباحية المحظورة، فأنا لا أوافق مع من يعترضون مبدئيا على توظيف مشاهد العرية في سياقات درامية مناسبة ويعتبرون عرضها أذية مسلما بها وتلويثا لفضاءات مجتمعاتنا الطاهرة والسليمة ومضرة مطلقة تتعرض لأهم مقدساتنا. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم حذف مشاهد فيلم صالون هدى؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة